هيحصل ايه لو الانسان بيعرف يصور احلامه؟ طبعا دي حاجة غريبة جدا ومريبة جدا. تخيل كده انك تحلم بكابوس وبعد ما تصحى تتفرج عليه على الكمبيوتر. قبل ما نبدأ ادوس على الزائد الحمراء دي خليها تختفي، ولازم تعملي متابعة عشان استفاد مني جدا. والله بينا نكمل. عايزك تكتبلي في الكومنت هتعمل ايه لو بتعرف تصور احلامك، وايه الحلم اللي انت بالظبط عايز تصوره. اعلن المكتب الصحفي لمنصة التكنولوجيا الوطنية الـ NTI ان العلماء الروس اكتشفوا جهاز لتسجيل الاحلام، والتكنولوجيا دي بتتربط ما بين الدماغ والكمبيوتر، وعلى حسب نشاط الدماغ بيتم تفسير الحلم بالظبط، وبيتم تسجيل الحلم وممكن تتفرج عليه كمان لما تصحى. تخيل بقى انك تحلم بكابوس وتصحى تتفرج عليه، والتكنولوجيا دي هم شغالين عليها من سنة 2015، وبيقولوا خلال 2025 هيكون بإمكان أي إنسان إن هو يسجل الحلم بتاعه، ولما نصحى بقى نحط الحلم على فلاشة ونتفرج عليه على اللابتوب أو على الكمبيوتر أو على أي حاجة مش فارقة، إنما الفارق بجد معايا إنك تعمل لايك للفيديو ده وتعمل لي